أغلبنا يسعى بشكل مباشر أو غير مباشر لمحاربة مظاهر الشيخوخة وللحفاظ على مظهر الشباب إن كان على مستوى الجمال أو على مستوى صحة الجسم، ولكن هل تعرف أنه توجد عادات يومية وأطعمة تجعلك تبدو أكبر سناً؟ بحسب موقع الجزيرة نت، هناك بعض الأغذية التي ينصح بتجنبها أو تقليلها لتعيش حياة صحية أطول. على رأس القائمة اللحوم المصنعة مثل المرتديلا والسجق والنقانق. وتصنف منظمة الصحة العالمية اللحوم المصنعة على أنها مواد مسرطنة. وبحسب بعض خبراء التغذية، فإن استهلاك 50 جرام من اللحوم المصنعة يومياً يزيد من خطر الإصابة بسرطان الكولون والمستقيم بنسبة 18%. تأتي بعدها الأطعمة البيضاء كالطحين والسكر والأرز الأبيض. توفر تلك الأطعمة كثيراً من الكربوهيدرات البسيطة التي تسبب بدورها الإصابة بداء السكري وأمراض القلب، إضافة إلى أن معظم البطاطس المقلية والمعجنات والبسكويت تحتوي على نسب عالية من الدهون المتحولة ذات الارتباط الكبير بالالتهابات وأمراض القلب وأمراض أخرى مزمنة تؤدي إلى تقصير عمر الإنسان. أما العادات التي يجب الابتعاد عنها هي الإجهاد الذي يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والأمراض المزمنة الأخرى ويسبب الشيخوخة على مستوى الخلية. يبدو أنه علينا أن نقتنع أن تلك الأغذية والممارسات الخاطئة من شأنها أن تدمر صحتنا وتأخذ بيدنا إلى الشيخوخة، فهل ستبدأون بتجنبها؟